هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بين القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية بالقرب من منطقة زمار أثناء محاولة القوات الاتحادية التقدم للسيطرة على منطقة إبراهيم الخليل على الحدود العراقية التركية. تفصيلات أوفى في سياق تقرير مراسلنا وسام يوسف. مواجهة بالأسلحة الثقيلة اندلعت صباح الخميس بين القوات العراقية وقوات البيشمركة بعد المهلة التي منحتها هذه القوات للقطعات الكردية المتواجدة بالقرب من المعبر الاستراتيجي مع الجانب التركي. اليوم باشرت القوات الاتحادية قاطع الشمالي بانتشار ومسك الأراضي المتنازع عليها من فجر هذا اليوم بالساعة سين. تتقدم القوات بخطة ثابتة نحو الأهداف المرسومة إلها من قبل قيادة العمليات، وإن شاء الله جار العمل بها. بعد عملية إعادة الانتشار التي قامت بها القوات الاتحادية العراقية في مناطق شمالية غربية الموصل انطلاقا من منطقة زمار، فتحت هذه القوات قناة تفاوض مع قوات البيشمركة من أجل عدم إراقة دماء كلا الطرفين، لكن تلك المفاوضات باءت بالفشل. شرعت قطاعات مشتركة من قيادة الشرطة الاتحادية المتمثلة بالفرقة الآلية وفرقة النخبة، بالإضافة إلى قيادة فرقة الرد السريع والفرقة المدرعة التاسعة لواء 34 البطل والحشد الشعبي لإعادة انفتاح وإعادة انتشار الأجهزة الأمنية الاتحادية ضمن مناطق شمال العراق. تقدم مستمر، لا توجد أي معوقات. هنالك مجموعة من العوائل تم إجراء اللازم ل إعادة نزوحها باتجاه مناطق أكثر أمناً. القوات الاتحادية العراقية تحاول عدم استخدام كافة أسلحتها في هذه المواجهة لإجبار قوات البيشمركة على الانسحاب وحقن الدماء. حقيقة عشرات القرى تم بسط الأمن بها والحمد لله والشكر، قرية الشيخان والحمد لله والشكر، وحاليا نحن قريبين جدا من المنفذ إبراهيم الخليل. يأتي هذا الانتشار بعد الأوامر التي تلقتها القوات الاتحادية العراقية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها عقب الخلاف الذي وقع بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان، إذ يحاول الطرفان الاحتفاظ بمناطق النزاع كورقة ضغط للمفاوضات فيما لو تمت.